خلينا نروح سريعا لاخبار المحافظات. في اسوان تم الانتهاء من 45 مشروع في قرى وادي الصعيده ضمن مبادره حياه كريمه. اما في الشرقيه فبيتم تنفيذ اعمال تطوير طريق فقوس ابو شلبي بتكلفه بلغت 46 مليون جنيه. كمان امبارح في الاقصر رحلات البالون الطائر حققت اعلى معدل رحلات بالتزامن مع اعياد القيامه والربيع. وفي البحر الاحمر فنادق مرسى علم استقبلت 9000 سائح من 8 دول اوروبيه. تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان تم الانتهاء من 45 مشروع من إجمالي 53 مشروع جاري تنفيذهم بقرى وادي الصعيدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في شتى القطاعات المختلفة. وبتخدم هذه المشروعات نحو 65 ألف نسمة بيقيموا في 7 قرى فرعية وتوابع بوادي الصعيدة. في القليوبية أعلنت المحافظة أنه بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح 50,015 طن للصوامع والشون، حيث أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة لطريق فقوس أبو شلبي بطول 9 كيلومتر المنفذ على مرحلتين. الأولى تبدأ من كوبري الصحارى وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كيلومتر وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل. المرحلة الثانية بتبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كيلومتر وبتكلفة 21 مليون جنيه. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية منشأة البديني مركز أهنسيا، وتم الكشف على 2078 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان واستصدار 11 قرار للعلاج على نفقة الدولة. في الأقصر حقق البالون الطائر أعلى معدل رحلات وتشغيل بالتزامن مع أعياد القيامة وشم النسيم، وانطلقت بسماء الأقصر من أرض مطار البالون 70 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1750 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة للمصريين. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التربية والتعليم انطلاق ماراثون المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية كمبادرة تهدف لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور باختيار نخبة مميزة من معلمي المواد الأساسية لشهادة إتمام المرحلة الإعدادية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي، وبتستمر المراجعات حتى 16 مايو الجاري. في البحر الأحمر استقبلت فنادق مدينة مرسى علم 9000 من السياح الأجانب على متن 46 رحلة طيران قادمة من 8 دول أوروبية وسط إجراءات وقائية وأمنية.